السلام عليكم يا شباب، كلية الهندسة قسم الميكانيك المرحلة الأولى. يا أخوان، فيما يخص المحاضرة السادسة Places and Things، هذه المحاضرة يا أخوان تختصنا بال Comparative Superlatives، نأخذ Synonyms، Antonymies، Cities Breaks، وهي بعض التفاصيل اللي راح نتطرق لها. Comparatives وال Superlatives اللي هي هذه يا أخوان، شنو اللي يقصد بها؟ المقارنة والمفاضلة. عندك هنا بعض الـ synonyms and antonyms، يقصد بها المعاكسات والمرادفات. اخوان، المقارنة والمفاضلة هسه اذا اريد اركز عليهم، هاهم. المقارنة يقصد بها المقارنة بين شيئين لها قواعد ولها فترتيبات خاصة. باللغة الإنجليزية المفاضلة نفس الوضعية، إلها فد قواعد عامة وإلها فد ترتيبة خاصة باللغة، راح نتطرق لهم بالتفصيل، نشوف شنو اللي متطلب من عندنا إنه نسوي وشنو اللي نغير به، شنو التفاصيل الأخرى. كذلك يا أخوان، فيما يخص السينونيمز والأنتونيميز نفس الوضعية، هم نشوف شنو الآلية اللي موجودة المفروض نضيفها وشنو اللي المفروض نحذفه من هذا الانتونيميز والسينونيمز. اكو اضافات مثلا يسمونها البريفكس، مثلا كلمه تضيف لها اضافه معينه بالمقدمه، هاي راح نتطرق لها بالتفصيل. خلينا نشوف بالله شنو هذه شباب. المقارنه المقارنه كومباريتيفز المقارنه الأريدة من عندك شباب هنا، بس تنتبه لي على هذه، شنو اللي راح نسوي هنا. المقارنة يقصد بيها إضافة يا أما ER أو more. طيب شنو الـ ER وشنو الـ more؟ الـ ER شباب إلى نهاية الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطع واحد. هسه راح أعلمك شنو معنى المقطع الواحد. المور بالمقارنة تضاف إلى الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطعين أو أكثر. طيب شنو الفرق بين استخدام الـ ER واستخدام المور هنا؟ إذن إذا ينطيك كلمة شباب، انطاك كلمة على سبيل المثال، نقول انطاك long، أو خلي أشرحها أول مرة وبعدين نحشها. الـ ER تضاف إذا كانت الكلمة أو الصفة تتكون من مقطع واحد. طيب المور إلى بداية الكلمة، طبعا هاي إلى نهاية، للنهاية مال نهاية الكلمة، هنا المور الإيار إلى بداية الكلمة أو الصفة التي تتكون من مقطعين، من مقطعين أو أكثر. طيب شنو المقطع وشنو المقطعين؟ احنا نريد نعرفهم بعد أكثر. المقطع شباب هنا، اذا واحد قال لك يا اريد اعرف انا المقطع شنو، المقطع يقصد به حرف، علة، ومنه حرف صحيح. بس راح اقول لك شنو حروف العلة، ومنه حرف صحيح. هذا كليته يسمونه مقطع. المقطع هو عبارة عن حرف علة بين حرفين صحيحين يسمى مقطع. يعني إذا انطانا كلمة بها فقط مقطع واحد، معناها ايش راح تكون الإضافة مالتنا؟ تكون الإضافة مالتنا ER إلى نهاية الكلمة. طيب إذا تكون من مقطعين أو أكثر، نضيف more إلى بداية الكلمة فقط أو الصفة. خلي نشوف. طيب حروف العلة شنو أستاذ؟ بعد أكثر وضح لنا حروف العلة يا أخوان، اللي هن هنا الـ A، الـ E، الـ O،
يو الاي، هذني يسمون الحروف العله. يعني اي واحد من هذني يجينا، طيب الحروف الصحيحه شنو هنا شباب؟ هذه وهذه هي جميع حروف اللغه الانجليزيه ما عدا حروف العله. اذا بهاي الحاله وضحت بعد الجواب هنا شباب. هسه خلينا نعطيك مثال بالامتحان شلون تجينا. اذا تجينا على سبيل المثال لونج، قال لك يا بهاي اريدك تسوي لها مقارنه. شلون نسويها مقارنه؟ اول ما تجي تريد تحل شو تسوي؟ تباوع لي على كم حرف عله؟ عندنا بس الاو اللي هو هذا، شوف الاو، بعد ما عندنا غيره، بس الاو هنا بين حرفين صحيحين. الاو اجانا هنا بين حرفين صحيحين اللي هو حرف الان وحرف ال، معناها هاي الكلمة تتكون من مقطع واحد. اذا مقطع واحد لازم احنا عندنا قاعدة، اذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد راح تكون الاضافة اي ار. اذا جوابنا لازم نضيف اي ار، ما نضيف مور، نضيف اي ار. اذا الجواب لون نضيف لها اي ار، انتهت. مثلا مثال ثاني، مثلا منطينة منطينة انترستينج انترستينج. هنا نفس الوضعية، تجي لي شو تسوي؟ أول ما تشوف كم مقطع تتكون هذه شباب؟ تتكون من واحد، اثنين، واحد عفوا اثنين، ثلاثة. لأن هنا شباب هسه هذا يعتبر مقطع، حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع حرف علة بين حرفين صحيحين، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث مقاطع. احنا قلنا هنا إلى بداية الكلمة، هاي نضيف مور إلى بداية الكلمة التي تتكون من مقطعين أو أكثر، هذه أكثر من مقطعين هنا الانترستنج. إذا الجواب راح يكون مور، ونضيف لها الكلمة كما هي تنزل انترستنج تكملة، ما بها أي مشكلة. تمام زين، أكو فد ملاحظات شباب، هاي الملاحظات مهمة جدا بالإضافة، بإضافة الـ ER. يعني إحنا لما نريد نضيف ER أكو ملاحظات لازم تراعيهم. طيب شنو هذه الملاحظات؟ شلون يجنة؟ شنو آلية الجواب عليهم؟ اللي قلت لكم بيهن إنه هذان لازم تنتبهوا لهم يا أخوان، لأنه بالامتحان لربما أركز عليهم. هنا شباب الملاحظة الأولى، أولا يقول الكلمة إذا تنتهي بحرف إي وعدنا الإضافة مالتنا، يعني كلمة نريد نضيف لها إضافة، ولكن هاي الإضافة يا أخوان هي إي آر، هو مو منطينا إي، إحنا خو ما نروح نخليها هم إي مرة ثانية ونضيف إي آر، لا. الجواب مثل إيش؟ مثلا عندنا كلمة لارج، اول ما تيجي تباوع عليها تشوف ليها تكون من كم مقطع هنا شباب؟ اللارج واحد، هذا بين حرفين صحيحين، بس هذا هنا أنا مو بين حرفين صحيحين، بس حرف هنا أنا واحد، اذا هذا ما يعتبر مقطع. اذا هاي الكلمة تتكون من مقطع واحد، ما دام تتكون من مقطع واحد اذا شو تكون الاضافة؟ قلنا اذا تتكون من مقطع واحد تكون الاضافة اي ار. اذا بهاي الحالة راح يكون الجواب، الجواب راح يكون لارج، منطينا الاي هو احنا نخليه له فقط ار، لارجر تهت، لانه الكلمة هاي اصلا تتكون من مقطع واحد. هاي الملاحظة الاولى على من؟ على حرف الاي. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية شباب شو تكون هنا؟ يقول إذا الكلمة تتكون انتهت بحرف صحيح
قبل حرف إلا واحد، قبل حرف صحيح، حرف صحيح انتهت، وقبل حرف علة عفوا. راح يكرر الحرف الأخير ونضيف الإي آر، مثل يش. خلينا نشوف مثال، مثلا منطينة بيج، قال لك يابا تعال شوف لي اياها، اريدك تشوف شنو الاضافه اللي لازم نضيفها. تجي تباوع تقول انتهت بحرف جي، هذا حرف صحيح، قبل شنو؟ قبل اي اللي هو حرف عله ضمن حروف العله. الجواب، بما انه الكلمه انتهت بحرف صحيح واحد، خل اوضحها، وقبل حرف عله واحد، اذا راح يكون الجواب بهالصيغه هاي، نكرر الحرف الأخير كتبناه مرتين، شوف، ونضيف ER. طيب بس هذا الحين ليش ضفنا هنا ER؟ لأنه عندنا هذا يتكون من مقطع واحد فقط، حرف علة بين حرفين صحيحين. زين، تقريبا واضحة. عندك الملاحظة اللي الملاحظة الأخرى اللي هي مثلا إذا انتهت الكلمة، هسه هنا راح تختلف الموازين عندنا. شلون راح تختلف شباب؟ راح تختلف من حيث انه الكلمات اللي راح ناخذهن او الملاحظات اللي راح ناخذهن، مثلا يقول اذا تنتهي الكلمة بحرف واي، قبل حرف واي حرف صحيح، هاي اريدك تنتبه ليها. اذا انتهت الكلمة بحرف واي وقبله حرف صحيح، لازم بالحل شو نسوي؟ يقول هنا لازم يكرر شباب، العفو، يقلب، هاي انتبه لهاي الملاحظة، يقلب حرف الواي المن الى اي ونضيف الاي ار. طيب هسه هنا أنا من راح يصير عندنا من تقلب، تختلف خو الموازين هنا، يعني خو ما تبقى كما هي. طيب استاذ شلون هذا يصير؟ والله وضح لنا بعد اكثر. انا اقول لك شلون يصير. مثلا عندنا على سبيل المثال، اعطيكم كلمات شويه سهله، مثلا عندك هابي، هابي شباب، هابي بيش انتهت؟ انتهت بحرف واي، قبله حرف صحيح. طيب اذا نريد نسويها مقارنة، اول ما تجي تشوف كم حرف علة بيها بس حرف علة واحد بين حرفين صحيحين، معناها مقطع واحد، معناها الاضافة اللي لازم نضيفها نضيف لها اي ار. بس لما نريد نضيف الاي ار، هنا اكو ملاحظات بداخل اضافة الاي ار، اللي هي هسه هنا شو يكون الجواب؟ بما انه انتهت بحرف واي وقبله حرف صحيح، الجواب يكون هابي هابير، قلبنا حرف الواي الى اي وضفنا اي ار. طيب سؤال ثاني، مثلا عندنا دراي، نفس الوضعية، الكلمة بيش انتهت شباب؟ انتهت بواي، قبل شنو؟ قبل حرف الآر حرف صحيح، إذن الجواب راح يكون تقلب حرف الواي إلى آي ونضيف إي آر. مثلا بعد عندنا ليزي، معناها كسول، نريد نسويها مقارنة، هم تتكون من حرف صحيح واحد، العفو، حرف واي وقبله حرف صحيح، إذن ليزي ليزير، هيك تكتب. زين، الملاحظة الرابعة شباب شو تكون هنا؟ الملاحظة الرابعة يقول لما تنتهي الكلمة بحرف واي بس قبل حرف الواي، هنا أنا حرف علة، وحروف العلة ذكرتهن لكم هنا شباب، حروف العلة اللي هن هذن، هذه حروف العلة، شو راح يقول يكون الجواب مالنا؟ لا تقلب حرف الواي، فقط نضيف الاي ار. طيب مثل يش؟ مثلا عندك جراي،
هي صح انتهت بحرف واي هنا، ولكن شنو قبل واي؟ قبل الواي اي. اذا بهاي الحالة شباب، يعني حرف الواي انتهت فيه وقبل حرف علة، الجواب شو يكون هنا؟ صير gray، بس نضيف اي ار بدون ما نقلب اي شيء. زين هسه هذا معقولة؟ بس هذا يجي واحد يقول هذا شلون يجينا؟ احنا قلنا تجينا على شكل اختيارات، على شكل اختيارات، بس شوية بها صعوبة. اكو شواذ، اي شباب اكو شواذ بهذا الموضوع، ما نضيف اي ار، اللي هن بس هذن الكلمات اللي راح اذكر لك اياهن موجودات عندكم، راح اخليك اياهن شباب، ومهمات جدا مهمات ما بهن كل مجال، اللي هي مثلا الجود راح اكتبهن هنا شباب، وحاولوا تاخذوا لهن سكرين. جود بالمقارنة صير بتر، هاي النقطة الأولى، يعني ما ضفنا اي ار كلها تغيرت الكلمة. الفار صير فارذر، فار فارذر. عندك الباد صير ورس أو ورس، يعني باد سيء، ورس أسوأ من، هيك يصير معناها. عندك الماتش والمني، الماتش والمني، دهن اثنيناتن المني يحولن إلى مور. بعد عندنا الليتل، تصور ليتل ما اتذكرها بالضبط، الليتل تصير لس. هذا اهم ما في الموضوع شباب، هذا تقريبا المقارنه كملنا ما بيك المجال. اكو ملاحظه جدا 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 مهمه يا اخوان، هاي الملاحظه ما بيها كل مجال، يعني اريدكم تركزوا لي فقط عليها شباب. مرات ينطيك فراغ بس ركز لي عليها، او ينطيك قوسين، اذا انطى بعد الفراغ او القوسين كلمة ذان، هاي شباب مهمة جدا، يعني ما بيها كل مجال. اذا انطانا كلمة ذان بهاي الحالة شباب، ضروري جدا انه نستخدم، ضروري جدا انه نستخدم هنا مقارنة. هذه خليها بالحسبان، يعني انت عرفت المقارنة، لانه المقارنة قلنا هي اضافة الاي ار والمور الى الى بداية المور، الى بداية الـ 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 الكلمة او الـ الصفة، والاي ار الى نهايتها. طيب استاذ شلون بعد وضح لنا اكثر؟ خلي اوضح لك اكثر هنا شباب، او هي واضحة، لانه احنا شباب هسه لما تلقى الذان بالتوضيح قول هنا يا اما الكلمة نضيف لها اي ار او نضيف لها مور، يعني اما نضيف لها اي ار لنهايتها او نضيف لها مور لبدايتها، ايش تجي الصيغة مالتها. زين هسه هذا الحكي كله شباب فيما يخص الكمباراتيف المقارنة. التفضيل السوبرلاتيفز، خلي نشوف شنو هذا التفضيل يا اخوان. المفاضلة سوبر لاتيفز يلي ما ادري اعيد لكم اياها هنا كلها اكتبها، ما ادري خلينا نخليها سوبر لاتيفز المفاضلة. المفاضلة شنو هذه شباب؟ المفاضلة هي اضافة الـ EST الى نهاية الكلمة، للنهاية، او اضافة المور الموست عفوا الى البداية. يعني لو نضيف النهاية الكلمة EST او نضيف لها موست، وحدة من هذني للصفة. زين هذا شو وقت نضيفها وهذا شو وقت نضيفها؟ خلينا نشوف شو وقت نضيف الموست النهاية الكلمة، شو وقت نضيف العفو الـ EST نهاية الكلمة، وشو وقت نضيف الموست لبداية الكلمة. عندك هنا نضيف شباب، نضيف الـ EST إذا
تتكون الصفة أو الكلمة منين؟ من مقطع واحد. إذا مقطع واحد، وأنا قلت لكم مقطع واحد شنو معناه؟ مقطع الواحد يعني حرف علة بين حرفين صحيحين يسمونه مقطع. هاي إذا تتكون الصفة من مقطعين. أو أكثر. زين. مثل إيش؟ خلينا ناخذ أمثلة شباب على هذا الحج. مثلا عندنا، أنا شرحت لكم فوق تلقونها شنو الفرق بين المقطع الواحد وشنو الفرق بين المقطعين. هسه مثلا تجي لي على كلمة care، careful. هنا إيش كم مقطع؟ عندك هذا حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع. حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع ثاني. حرف علة بين حرفين صحيحين، هذا مقطع ثالث. إذا هاي الكلمة تتكون من ثلاث مقاطع. إذا أريد أسويها مفاضلة، شو راح يكون الجواب؟ الجواب must، وتجيب هذه الكلمة وتخليها وراها careful، انتهى الجواب. مثال ثاني، مثلا عندك منطيق wonderful. تجي تحسب مقطع بين حرفين صحيحين، هذا مقطع واحد، هذا مقطعين، مقطعين صارت عندنا هنا ثلاث مقاطع. قلنا المقطع حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. الجواب شو راح يكون؟ ما دام أكثر من مقطع، ننزل most قدام الكلمة وتجيب الكلمة كما هي تنزلها بعدها. wonderful. انتهت. زين، أكو ملاحظات شباب، نفس الوضعية اللي ذكرتها سابقا، أكو ملاحظات لازم تنتبه لها. شو وقت عند إضافة الـ EST، يعني الكلمة لما أو الصفة لما تكون من مقطع واحد، إحنا مو نضيف نهايتها EST، أكو ملاحظات من نريد نضيف الـ EST. مثل إيش؟ الملاحظة الأولى شباب، إذا الكلمة تتكون بتنتهي بالحرف E، عند إضافة الـ EST نخلي فقط ST. يعني مثل إيش؟ نفس الوضعية اللي ذكرت لك إياها أنا من ساعة. مثلا large، أول ما تجي تريد تحلها تسويها مقارنة، تقول إيش كم حرف علة بها حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. هذا ما يعتبر حرف علة، ما يعتبر مقطع، لأن صح هو حرف علة بس مو بين حرفين صحيحين، بين فقط حرف علة واحد يكون هذا. الجواب لازم نضيف EST. لما نريد نضيف EST هنا، هو منطينا حرف الـ E، الجواب تنزل اللارج ونضيف لها فقط من يمنه ST، انتهى الجواب. مثلا عندك كلمة wise، حكيم، تكون من مقطع واحد، هذا لأنه بين حرفين صحيحين، إذن لازم نضيف EST بالمقارنة بالمفاضلة. الجواب هنا ايش راح يكون شباب؟ ننزل الوايز وقلنا فقط نضيف الST، تكملة مال EST. مثلا عندك تيم أو برايف، أو برايف عفوا، مو برايف، برايف، نفس الوضعية، تكون من مقطع واحد لأنه حرف علة واحد بين حرفين صحيحين. الجواب brave، ونضيف st من يمنه st، هاي انتهينا من عندها. زين، الملاحظة الأخرى شباب شو تقول؟ تقول إذا الكلمة تنتهي بحرف صحيح. ملاحظة اثنين، كلمة انتهت بحرف صحيح بس قبل منها حرف علة، ايش راح نسوي؟ لازم يكرر الحرف الاخير. مثل ايش؟ مثلا عندنا فات، كم مقطع؟ مقطع واحد. شو نضيف له لازم بالمفاضله؟ نضيف له EST. طيب اذا اريد نضيف له EST، انتهى هو بحرف التي، حرف صحيح بس قبل حرف عله واحد، لازم يكرر حرف التي ونضيف الاي اس تي. الجواب شو يكون؟ يكون فات
فتست هيك يكرر حرف التي. مثلا عندنا وات رطب، نفس الوضعية انتهت بحرف صحيح واحد وقبل حرف علة واحد، وبما انه مقطع واحد لازم نضيف اي اس تي، بس يجب ان يكرر الحرف الاخير صير واتست. زين مثلا عندك فت، او عندك مثلا ثن، نفس الشيء شباب الثن صير تنست. مثلا عندك بيج، بيجست. زين اذا انتهت الكلمة شباب بحرف صحيح واحد، هسه الملاحظة ثلاثة، اذا تنتهي عفوا بحرف واي وقبل حرف صحيح لازم يقلب حرف الواي الى اي ونضيف الاي اس تي. طيب مثل ايش؟ مثلا عندنا هابي، انتهت بحرف واي وقبل هنا أنا حرف بي حرف صحيح، اذا الجواب يكون هابي هابيست. شوف قلب حرف الواي الى اي وضاف اي اس تي. مثلا عندك دراي، نفس الوضعية شباب الجواب درايست. مثلا عندك يعني نفس الوضعية ما بيها فد مشكلة. الملاحظة اللي بعدها، الملاحظة الرابعة، مو الملاحظة الرابعة شباب شو تقول؟ إذا تنتهي الكلمة بحرف واي بس قبل هنا أنا حرف علة، هنا ما يقلب فقط نضيف اي اس تي، يعني تبقى الواي. مثل ايش هنا؟ مثلا عندك جراي، شوف صح انتهت بواي بس قبل حرف علة الجواب يكون هالشكل هذا صير جرايست. طيب اكو بي شواذ هذا الموضوع؟ اي شباب موجود الشواذ، مهمة جدا. اللي هن شنو الشواذ مال هذا الموضوع شباب؟ بالضبط نفس ذاك الكلمات بس تختلف هنا، اللي هي مثلا عندنا الجود ما تصير بتر تصير بيست. هنا الجود ما نضيف لها اي اس تي، لا تختلف كلها جذريا تصير بيست الافضل. الفار تصير فارذست. عندك الماتش والماني، عفوا الماتش والماني هذا الاثنين تنشيل سنصير الموست. الباد صير ويرس ويرست. وعندك الليتل صير لاست. زين هاي كل ما يخص هذا الموضوع. اكو ملاحظة مهمة جدا اللي هي شنو شباب؟ اللي هي اذا انطاك فراغ، اذا انطاك فراغ بين قوسين، او انطاك كلمة بين قوسين وانطاك كلمة ذي قدامها، قول يجي هنا بالمفاضلة، يعني اما اضيف له اي اس تي نهايته او بدايته موست. هذا شباب فيما يخص المقارنه والتفضيل. هسه احنا هنا اخذنا هذا الكلام كله في سبيل نوضح هذا الحكي هنا اللي موجود كله. هنا عندك شو منطيك؟ much these questions and answers. do you like soul music؟ هل تحب الموسيقى الروحيه؟ هاي لازم yes i do او no i don't. هاي سؤال سمونه سؤال قصير، جواب قصير. What is solo music like؟ شنو اللي تشبه ال It is sad or it is beautiful؟ يا أما حزينة أو جميلة. هاي هيك مجرد لله. هاي هنا شباب هذا يعبر عن كل الحكي اللي حكيناه
قبل شوية مال المقارنة والتفضيل، الأولد شو تصير، النيو شو تصير، بزي شو تصير، الفني شو تصير، مال المقارنة والمفاضلة. هو كاتب لك هنا What are the comparative and superlative form of the following adjectives, what are the rules. الرولز والحكي كليته شباب حكيناه هسه بالشرح هذاك الرسم. زين old مثلا بالمقارنة older، بالمفاضلة oldest، new newer newest، busy busier busiest، funny funniest funnier، big bigger biggest، sad saddest sadder، وهكذا شباب كلهم ذكرتهم بالتفصيل قبل ما ندخل اللي جاي. عندك هنا هاي منطيك اياها type of holiday، انواع العطل. عندك العطل شباب اللي ذاكر لك اياهم هنا مثلا skinning، skinning يقصد بيه التزحلق، beach يقصد بيه على الشاطئ، sightseeing يقصد بيه المناظر الطبيعية او ال يعني شلون نسميه احنا مناظر العامة، كامبينج يقصد بها التخيم، يعني هذا لما واحد يروح المكان ونصب له خيم وهيك شيء. تايب اوف فيلم انواع الافلام، كوميدي كوميدي، ثريلر يقصد به المثير، وعندنا ساينس فيكشن خيال علمي، رومانس رومانسي. تايب اوف ميوزك انواع الموسيقى، الجاز والراب والكلاسيكال والروك، هاي واضحة. زين عندك هذه شباب للقراءة ما ندخل بيها، هذه ما ندخل بيها شباب. عندك الفور والسنس، أنا الفور والسنس المحاضرة أثناء المحاضرة شرحت عليها وقلت لكم يا بهاي شلون تجينا وشنو آلية الإجابة عليها وشرحتها بالتفصيل، يعني حتى اكو كلمات معينة حكيت لكم اياها فيما يخص مثلا شلون نختار الفور، شلون نختار السنس، شنو التركيبة مالتهم، بالاضافة الى انو انتو تعرفون الفور والسنس، الفور تستخدم للتعبير عن المدة، السنس نفس الوضعية ولكن مو نفس يعني محددة، يعني شلون بداية المدة. أنا إيش منطقكم يا شباب، خلي أوضحها لكم هنا. فتحنا في صفحة جديدة شباب، الفور أكو كلمات معينة تستخدم وياها، هاي الكلمات لما تشوفها أقول هذا لازم نستخدم فور. اللي هنا شنو هذه الكلمات، كلمة second minute second ثانية minute دقيقة hour ساعة أو hours ساعات. عندك day اليوم، عندك الweek الأسبوع، المونث الشهر، year السنة. هذن شباب لما نيجنة نستخدم الفور، كذلك بعد عندنا long time هاي تستخدم ويا الفور، short time تستخدم ويا الفور، ago تستخدم ويا الفور، باقي شباب التعابير تستخدم ويا السنس. هاي كمختصر مفيد، انا بما انه منطقكم اياه كواجب هذا فما راح احله، راح انتظر الاجوبه مالتكم، ومن خلال هاي الملاحظه اللي اعطيتكم اياها بعد وضحت تعرفون هذا المن ويا من. هاي هسه مثلا فور اير بعد واضحه ليش، لان اير موجوده ضمن الكلمات اللي منطقيها هناك. زين سينس اوغست هنا ما دام اوغست منطقيها لازم نختار سينس لانه ما موجود ضمن ذنيك كلمات. اي واز ستودنت since I was a student مثلا، هيك هسه ما اريد احل لانه اللي راح ياثر على الواجب مالكم. هذا كل ما يخص شباب المحاضره مالتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه. هاي ان شاء الله هاي التكمله شباب هنا.
راح الدرس القادم راح اكملكم اياها. لكم ان شاء الله الموفقيه والنجاح لكم.